أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة ومتنوعة كالعادة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وأخباري أولا سأبدأها بسيلة الذي ظهرت وهي موجودة في إزمير في حفل توديع العزوبية لابنة خالتها، وكانت رفقة إخواتها وبنت أختها التي ما شاء الله كبرت، وظهرت وهي ترقص معها، واضح أنها خجولة جدا والسيلة مستمتعة ما شاء الله. يعني أنيل الأخت الكبرى لسيلة وغمزة الأخت الوسطى يعني جميلات ما شاء الله ويشبهان بعضهم البعض. وظهرت سيلة وهي في هذا الحفل كعادتها ما شاء الله روعة وفي قمة جمالها. وأيضا ظهرت في إعلان جديد لبانتين برعاية يعني أنجي بيوتي للعناية بالشهر، وقالت أن ليلة الجوائز ليلة لا تنسى لحصولها على جائزة المرأة الصاعدة في بانتين لهذا العام، وقالت شكرا لعائلة بانتين على الليلة الرائعة. نتمنى لسيلة أصدقائي المزيد من النجاحات والتألق والعطاء. كما أيضا أصدقائي ظهر خليل إبراهيم جيهان خلف كواليس مسلسل السلة المتسخة في مشهد وهو يرقص رقصة مايكل جاكسون، وأيضا نزلوا كواليس من مشهد مراد ومدينة، والعديد انتقدوا يعني قناة المسلسل وقالوا أن خليل انسحب من المسلسل، لماذا ينزلون الكواليس وأن هذا مسلسل تافه وأنهم لم يحبوا يعني دوره ومشاهده مع مدينة. وبصراحة أصدقائي كان لا يوجد أي تناسق بينهم. كما أيضا أصدقائي بدأت التدريبات لفريق عمل مسلسل سرقة الحياة وإلصقت ليلى الصغيرة مع الكبيرة بالتوفيق للكاست. كما أيضا صرحت صحفية بيرسين أنه من المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل بعد 20 يوليو، وأن المخرجة هلال اختارت كل مجموعة العمل بمنتهى الدقة ومجموعة عمل شخصية لاعب كرة القدم طوفو الذي يجسد يعني خليل إبراهيم جيهان. الدور كادت أن تكتمل بعد انضمام شخصية عائلة طوفو وحبيبته قبل الزواج. كما أيضا من المتوقع أنه سيتم تغيير اسم المسلسل ومخرجة المسلسل هلال من أعمالها العشق الممنوع ومدام فاطمة جول والشمال والجنوب وحب أعمى وتل الصقر ومسلسل زمهرير الذي مثل دور البطولة أيضا الممثل ألبيرين دويماز ومسلسل أيضا سعيد وشورى. كل هذه المسلسلات كانت من أنجح المسلسلات، يعني واضح أن مسلسل سرقة الحياة سوف يحظى بنفس النجاح. وتدور أحداث أصدقائي المسلسل حول انتقام فتاة ليلى من المرأة التي دمرت طفولتها يعني حياتها، وهذه المرأة هي نور، هي زوجة أبيها وهي أيضا متواطئة في وفاة والد ليلى. ليلى في طريقها للانتقام ستستخدم السخرية والخداع وإثارة الدسائس من خلال دخول منزل نور والعمل هناك طباخة، وهنا ستتقاطع مساراتها مع شيفان حب طفولة ليلى وهو الابن المتبنى لطفو زوج يعني نور الحالي، وهو أيضا في الواقع الابن البيولوجي لنور. بالنسبة لي أصدقائي من المثير للاهتمام أن أرى كيف سيتم يعني عرض هذه القصة على الشاشة، مع العلم أنها مقتبسة من مسلسل تلفزيوني برازيلي شهير. كمشجعة أصدقائي لخليل إبراهيم جيهان أنا متأكدة من أنني مهتمة بالدور الذي سيقدمه خليل على الشاشة، يعني دور الطوفان لاعب كرة القدم الغني الشهير المعروف أيضا باسم طوفو. هذا الرجل طيب القلب، رجل عصامي بنى نفسه من الصفر، وعلى الرغم من ذلك أصبح ثريا ولم ينسى أصوله. أنا مهتمة جدا يعني برؤية كيف سيتعامل طوفو مع هذا الانتقام والتلاعب بليلى. وأرى أصدقائي أن علاقة طوفو هي بالنسبة لي العلاقة الأكثر انتظارا في هذه السلسلة، يعني طوفو هو الشخصية الرئيسية في هذه السلسلة، يعني كل الأحداث سوف تجري في منزله وتتعلق به أيضا، يعني ستكون شخصية مليئة بصراعات الشعور بالذنب واستغلال زوجته الشريرة لليلى. هذه ليست يعني سلسلة من الحب والرومانسية، بل هي عرض مليء بالمشاعر المختلفة. أنا هنا أنتظر لأرى كيف سيكتب الكتاب طوفو، وأنا متأكدة جدا من أن خليل سيقدم لنا أداء استثنائيا كما هو الحال دائما. أتمنى حقا أن يكون لدينا لمسة من الفكاهة في طوفو لرؤية هذا الجزء في تمثيل خليل إبراهيم جيهان. وما جذبني هو رؤية القصص الإنسانية والصراعات النفسية التي تدور حول طوفو، يعني ستكون لدينا قصة متكاملة سنتمكن فيها من رؤية حياة طوفو مع كل الشخصيات من حوله. وأخيرا وليس أخيرا يعني هذا رائع أن يعمل خليل إبراهيم جيهان تحت إشراف الأسطورة يعني هلال.
فهي فرصة كبيرة يترشح لها العديد من المشاهير، وخطوة ستثري يعني مسيرته وصقل موهبته. أتمنى له وللفريق بأكمله يعني التوفيق والنجاح إن شاء الله. ثم أيضا أصدقائي صاحبي دينيس تورال نزل صورة لأبطال المسلسل وقال: أستطيع أن أقول أنه تمت ترقيتهم بالفعل إلى سلسلة سرقة الحياة. إن مشاهد جيمري وألبيرين معا سوف تجلب طاقة مختلفة وجديدة إلى الشاشة. بالتوفيق للمسلسل، آمل أن يكون لديه القصة والسيناريو الصحيحين، ونحن أصدقائي ننتظر بفارغ الصبر أيضا ومتأكدين من أنه سيكون مسلسل يتمتع بمتعة مشاهد رائعة. وجيمري وألبيرين ثنائي رائع، دعونا نرى كيف قام الأتراك بتعديل المسلسل الذي اقتطفوه من يعني رواية برازيلية. كما أيضا أصدقائي ظهر خليل إبراهيم جيهان وميليسا دونغول وإيصال وهم يستمتعون في حدث في بار ويرقصون ويغنون، والكل انتقدوا خليل إبراهيم جيهان وإيصال وقالوا أن مدير وكالته يعني يفضح عماله وأنه يفضح خليل إبراهيم جيهان أثناء الذهاب إلى مثل هذه الأماكن وأن خليل لا يحتاج إلى هذا التعرض السخيف. وقالوا أنهم يريدون رؤية أعمال خليل إبراهيم جيهان وليس هذا التهريج، وأن وكالته يعني يريدون أن يكونوا في دائرة الضوء. كما أيضا ظهر خليل إبراهيم جيهان أصدقائي في كواليس تصوير فيلمه الجديد التذكرة الأخيرة. المهم نتمنى له التوفيق في هذا العمل وأيضا في مسلسل سارقة الحياة، ونتمنى له دائما التوفيق سواء في حياته الشخصية أو المهنية. وإلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة. Git bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük, düşmersen ya da sen. Git bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük, düşmersen ya da sen. Seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben. Gedişim hiç gelmedi senin için hoşa gittim ben. Unutuldun sen benim için vefasız bir insan. Sana yaraşan ile tekliydir tek yaşa gittim ben. Unutuldun sen benim için vefasız bir insan. Sana yaraşan ile tekliydir tek yaşa gittim ben. Git bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Seni ömürlük düşmersen ya da sen. Git bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük düşmersen ya da sen.